أثارت الوضعية التي بات عليها المعلم التاريخي المتمثل في مركز التعذيب المسمى مركز لومان بمنزل الأبطال بعزابة في سكيكدا، أثارت حفيظة شباب القرية للدلالة الرمزية للمركز الذي لا زال يحمل شواهدا عن تضحية أسلافهم. السلطات الولائية تقول لك راهو متحف، متحف من اللي عرفنا صلاحنا هو متحف، بصح كيما تشوفوا انتوما ما في حتى حاجة تثبت بلي راهو متحف. هذه عبارة عن مزبلة، عبارة عن مزبلة، عبارة عن منطقة كيما نقولوا يتلموا فيها جياحة وأمور كما على بالكم بها. دركا هذا كان سجن بكري، كانوا يتعذبوا فيه جدودنا، يعذبوا فيه جدودنا، مش مشكل، كنا حابين أمو يكون متحف، متحف نخليوه نتفكروا به شهادة، نتفكروا به نسبة تذكاري. مي درك قاعد تشوف فيها أبو بالا، نص واحد مدير الغنم تاعو، نص فيها فات اجتماعية كبيرة خلاه. وضع دام ولا زال قائما رغم التحركات التي قام بها هؤلاء، سواء جماعات عن طريق الجمعية أو فرادى، للاستفادة من المكان بكل الأحوال. شحال من مرة نحاولوا نطويوها، شحال من مرة نرسلوا الجهات المعنية السلطات، ما خدموها، ما حبينها تخدم، ما حبوا يحافظوا على الذاكرة التطورة تاعنا. النقطة هذه اللي راهي تريز امبورطون وراهي تمثل الشعب الجزائري ككل. تحرك هؤلاء الشباب للمحافظة على الذاكرة الوطنية ليس غريبا عن شعب ثار شبابه ذات يوم ضد قوة غاشمة وانتزع منها حريته.